بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية الشكر موصول لموقعكم المحترم على تغطيته لهذا الحدث، هذا الحدث الذي يأتي في إطار تنزيل بعض أهداف جمعية نادي قضاة المغرب. هذه الأهداف التي تتمحور بطبيعة الحال في الدفاع والترافع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وعن مصالحهم المشروعة، وكذلك التعريف بالأخلاقيات القضائية والالتزام بها. هذا اللقاء اليوم هو عبارة عن ورشة علمية في موضوع حقوق القضاة ومدونات الأخلاقيات القضائية، سيؤطرها عضوان من المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ستهتم هذه الورشة بالتعريف والتحسيس بحقوق القضاة من جهة، ولكن في علاقتها بتطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، لأنه وكما هو معلوم أن كل واجب لا بد وأن ينطوي على حق من الحقوق، وذلك من منطلق تلازم الحق بالواجب. لذلك نحن سنحضر هذا اللقاء بشغف كبير لحضور مجرياته التي ستنصب ولا شك على استنباط واستخراج مجموعة من الحقوق المنطوية تحت بنود مدونة الأخلاقيات القضائية، وذلك في ضوء مدارسة هذه المدونة من الناحية التطبيقية. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ محمد المنصوري، مستشار محكمة سينا بتطوان، رئيس المكتب الجهوي السابق لنادي قضاة المغرب الدائرة القضائية بتطوان. يأتي هذا اللقاء كمحطة من المحطات المهمة لعملية تأسيس المكاتب الجهوية التي تجدد ولايتها على رأس كل 3 سنوات من 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 المكاتب الجهوية التي تتأسس على رأس كل 3 سنوات لنادي قضاة المغرب. كما هو معلوم، المكتب الجهوي يجسد ويمثل المنهجية الكبرى التي تناضل من أجلها جمعية نادي قضاة المغرب، وهي الدفاع عن كرامة القضاة والدفاع عن حقوقهم والتعريف بواجباتهم. والجمعية الآن أصبحت تشكل يعني وسيلة تواصل بالقضاة فيما بينهم وبين القضاء وبين مكونات المجتمع المدني. ومناسبة هذا اللقاء تأتي كذلك لإعداد ورشة تعريفية بحقوق القضاة وواجباتهم على ضوء مدونة الأخلاقيات القضائية الجديدة التي طرحت عدة نقاشات وعدة إشكاليات في التطبيق. فكان من الواجب على المكتب الجهوي وهو يجدد ولايته بهذه المناسبة الطيبة أن يستدعي القضاة ويعرض عليهم المجال أو يفتح أمامهم المجال لهذه المناقشة حتى تكون لها نتائج إن شاء الله مفيدة ومجدية في عملهم وأدائهم المهني. وشكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.